التحية الرياضية لكل الجماهير الرجوية داخل المغرب وخارجه. نجدد الترحاب بكم معنا على قناة رجاء سبور ماروك. نرجو الاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو وكذا ترك تعليق فرأيكم يهمنا. متابعينا الكرام، توصلت قناة رجاء سبور ماروك من بعض المصادر دخول منافسين جدد للرجاء البيضاوي في صفقة تعاقد مع المدرب التونسي معين شعباني، ويتعلق الأمر بكل من الزمالك المصري الذي يعاني من سوء النتائج رفقة مدربه كارتيرو، والذي سبق أن درب الرجاء موسم 2019، كما أن مرتضى منصور رئيس الزمالك خرج في تصريح صحفي عبر قناة الحدث اليوم المصرية بخصوص المدرب الفرنسي كارتيرو، حيث قال: اتق الله في النادي مثلما نفعل معك، ائتني بدولار واحد متأخر من مستحقاتك وانسى مسألة أن ترسل محضرا أول كل شهر لينذر النادي. فيما خرج المدرب كارتيرو بتصريحه الآخر يقول فيه: من يستمع لتلك الانتقادات سيظن أن الفريق يعبر دوري المجموعات كل سنة بالعلامة الكاملة، ولكن ما نعرفه جميعا أن الزمالك لم يفز بتلك البطولة منذ 20 عاما، وبالتالي ساءت العلاقة بين مرتضى منصور والمدرب كارتيرون، خاصة بعد تغريم المدرب وخصم نصف شهر من راتبه الشهري، وهو الشيء الذي لم يرق للمدرب كارتيرون، كما أنه لم يصل الطرفين إلى حل توافقي بخصوص فك الارتباط، خاصة في ظل تمسك المدرب الفرنسي بجميع مستحقاته، حيث أن العقد الذي يجمع بينهما لازال ساريا إلى غاية 2024. وقال باتريس كارتيرون في هذا الصدد: أنا باق في الزمالك ولن أغادر حتى أخذ جميع مستحقاتي. أما بالنسبة للفريق الثاني المنافس للرجاء البيضاوي هو نهضة بركان، الذي يتجه إلى الاستغناء عن خدمات مدرب الكونغولي إيبينغي، خاصة بعد الخسارة أمام أسيك ميموزا الإيفواري، وأمام الضغط الجماهيري للنهضة البركانية والتي قامت برفع شعار أمام مقر النادي مطالبة بتغيير المدرب والحد من التجاوزات والفوضى التي أصبح يعيشها الفريق. غير أن فريق النهضة البركانية لم يدخل بشكل مباشر في صفقة المدرب التونسي معين شعباني نظرا للقيمة التسويقية للمدرب، كما أن النهضة البركانية لن تتجاوز سقف 25 مليون سنتيم، في حين أن الرجاء والزمالك قدما عرضا يفوق بكثير ما ينوي تقديمه نهضة بركان. وفور علم مكتب مسير للرجاء بدخول الزمالك المصري على خط المدرب التونسي، انشمع يوم أمس أنيس محفوظ وعضوين من المكتب بحضور بعض اللاعبين القدماء للنظر في الموضوع، خاصة بعد أخذ محفوظ لموافقة مبدئية من معين الشعباني. وفي موضوع آخر، لن يكون باستطاعة المدرب محمد البكاري قيادة النسور الخضر في القادم من مباريات البطولة الاحترافية إنوي، نظرا لكون قوانين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم واضحة في هذا الشأن، حيث يمنع على أي مدرب تدريب فريقين في نفس الموسم الكروي، إذ سبق لمحمد البكاري تدريب الرشاد البرنوسي، وعليه فإن المدرب الذي سيرافق الرجاء مساء اليوم أمام الشباب السالمي سيكون بوشعيب المباركي بمساعدة مدرب الحراس سعيد الدغاي في انتظار قدوم المدرب الجديد. أما بخصوص مباراة الجمعة ضد حورية كوناكري فلن يحضر لا بوشعيب المباركي ولا محمد البكاري، وذلك بسبب عدم توفرهما على شهادة تدريب معترف بها من طرف الكاف.
وفي موضوع آخر، توصلت قناة رجاء سبور ماروك إلى أن رئيس الرجاء أنيس محفوظ اتفق مع المدرب السابق للرجاء مارك فيلموتس على مبلغ 100 مليون سنتيم لفسخ العقد الذي يجمع الطرفين، مع توصل المدرب البلجيكي أول كل شهر بمبلغ 20 مليون لمدة 10 أشهر، وذلك بطلب من المدرب مارك فيلموتس، حيث لا يرغب هذا الأخير بالتصريح بقيمة أجره كاملا مع الرجاء لدى المحكمة الرياضية لكون نزاعه مع الاتحاد الإيراني لكرة القدم لا زال قائما. أما الطاقم المساعد له فسيحصل على مبلغ 60 مليون سنتيم. وفي الأخير قام الرجاء البيضاوي بتحصين لاعبيه الشبان لأقل من 19 سنة بعقود احترافية يوم أمس الاثنين 21 فبراير 2022 بمركز التكوين بالنادي، وقد تم تنظيم حفل التوقيع بحضور رئيس لجنة التكوين سيد محمد العقوبي وبعض أعضاء اللجنة من المنخرطين والمدير التقني باتريك ديويلد وأولياء أمور اللاعبين.